على الأمن الذي منحهم الله إياه، لأنه والله لا الشبع من الطعام ولا الطرف ولا المال ولا الثروة ولا الصحة ولا شيء يغني عن الأمن في بلادهم أبدا. لما تمشي على كده كوبري كبير أو تلاقي 13 ولا كام بتاع دي نقطة أمنية بتفتشك، وين رايح وين جاي، وممنوع الخروج من الساعة 9 ومن الساعة 6 وحظر تجول. تشوف هذا الجو وتيجي هنا في هذه البلاد، في عمان وفي محافظات هذه البلد، هذا البلد الآمن الصحيح، بتشكر الله. وأول الناس يجب عليهم أن يشكروا ربهم الشعب الأردني، لأنه هو الشعب الآمن. أسأل الله أن يديم عليهم الأمن وأن يديم عليهم الأمان، وأن يبث هذا الأمن في من حوله من عباد الله وخلق الله، لأن الأمان نعمة لا تعوض. فالخائف الخائف لا يعرف للطعام لو أو للقمة طعما، الخائف لا يعرف للنوم طريقا ولا ينام ولا يستريح له بال، الخائف لا يستطيع قراءة ولا كتابة ولا فكرا، الخائف مشلول الفكر ومشلول القلب، الخائف مقتول العزيمة، الخائف لا يعمل ولا ينشط ولا ينام ولا يأكل ولا يشرب. يا جماعة عرفوا قيمة الأمن الذي تعيشون في ظلاله، اعرفوا. أنا ما بمدح في أحد، ولكن بمدح في واقع حاصل الكل يراه. أنا هكلمكم النهاردة في نقطتين. النقطة الأولى وجه المساواة بين بني آدم. بنو آدم جميعا جعل الله بينهم خطا هو خط المساواة، يتساوون في أمور وفي وجوه، لكنهم يتفاضلون ويختلفون في أمور. عشان تعرف قيمتك أيها الإنسان، اعرف الأول أنك مثل غيرك من بني البشر، ليس هناك فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على لأبيض على أسود أبدا، إلا بشيء احنا هنقوله بعد كده. جمعت لكم أنا وجوه المساواة بين البشر. البشر كلهم يتساوون في 6 أشياء نعرفها الأول، عشان نزيل مع بعض مرض العنصرية، عشان نزيل مع بعض مرض الفوقية، عشان نزيل مع بعض ونعالج مع بعض عاهات وإعاقات تزكية النفس وإعاقة وعاهة الاستعلاء على بعض. زمان قالوا إن الله خبأ غضبه في معصيته، فلا تحقرن من معاصي الله شيئا. طيب، ولقد خبأ الله ولايته يعني محبته في خلقه، فلا تحقرن من خلق الله أحدا. أنت مثل غيرك بالضبط، فيش حاجة اسمها الأمريكي أعلى منك درجة، فيش حاجة اسمها في عالم أول وعالم ثاني وعالم ثالث. هذه التقسيمة تقسيمة بشرية لا اعتبار لها. الآدميون يتساوون في 6 أشياء نعرفهم ونحفظهم، لأن هذا من العلم الذي يجب أن تعرفه حتى تزول من بيننا أمراض الطبقية. الطبقية دي مصيبة، الطبقية دي جعلت الناس عبيدا. نمرة واحد، الناس يتساوون في أصل الخلقة. يعني ايه في أصل الخلقة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم، خلاص، وآدم من تراب. التركيبة الجسدية، الغرائز، التسوية الإلهية للآدمي واحدة. الصومالي والسوداني والأمريكي والإنجليزي والفرنسي والبيض والصفر والسمر والحنطي كلهم في أصل خلقة سواء،
الله يقول يا أيها الناس. شوف كيف شوف بقى خطاب العقل، يا أيها الناس ليش بتتعالوا على بعض؟ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ربنا خلقكم من هذا الأصل لا لتناطحوا ولكن لتعارفوا، يعني لتتعارفوا، ليكون اختلاف ألوانكم وألسنتكم ومواقعكم سبيلا للتلاحم وللتراحم وللتعارف. لكن اللي حصل غير كده، اللي حصل ان العالم الابيض العالم الغربي يرى نفسه فوق العالم الاسمر، الامريكي الاسمر الاسود غير الامريكي الابيض، ومن هنا بقى العنصرية البغيضة التي تسللت وانسحبت واصابتنا بالعدوى. ادي اول وجه مساواة بين البشر، فاعرفوا انكم سواء، اعرفوا أنكم جميعا سواء، وأن دماءكم جميعا وأن أموالكم جميعا وأن أعراضكم جميعا حرام عليكم جميعا. النبي وقف كده في خطبة الوداع وقال يا أيها الناس، ما قالش أيها المؤمنون. ليه قال يا أيها الناس؟ هو خطاب النبي كان موجه للحجاج بس الذين شهدوا حجة الوداع، ولا كان موجه في خطبته بحجة الوداع إلى الناس جميعا في كل زمان ومكان إلى زماننا هذا وإلى الزمان الذي يأتي من بعدنا؟ خطاب النبي خطابا ممتدا من لحظة التلفظ به حتى قيام الساعة. ولذلك قال يا أيها الناس، ما قالش يا أيها الصحابة، لأن كل اللي حضروا اسمهم صحابة. لو أن الناس لأن الخطاب لمن سمعوه فقط لقال يا صحابتي، يا أيها الصحابة، يا صحابة النبي، ولكن قال يا أيها الناس. فعم ذلك كافرهم ومؤمنهم، يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى أن قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خلاص. اثنين، الناس متساوون في نزول الموت، ما في أحد معفي من الموت، فالكافر كتب الله عليه الموت والمؤمن كتب الله عليه الموت، الأنبياء كتب الله عليهم الموت، حتى الملائكة كتب الله عليهم الموت، الغني ميت والفقير ميت. في نقاش في دي، أنا بكلمكم في مسلمات أو في منطقيات أو في بديهيات. وربنا اللي قال كل من عليها فان، وكل لفظ وكل عبارة شرعية احتوت ألفاظا كلية أو عمومية فإنها تفيد العموم. يعني لما يقول كل نفس ذائقة الموت يعني جميعكم بلا استثناء، فكل لفظ من ألفاظ العموم يعني لا استثناء لأحد. إذن الناس جميعا متساوون في إيه؟ في نزول الموت عليهم. ولذلك ربنا قال في القرآن إيه؟ كل من عليها فان، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه قاعدة يجب أن نعرفها، وهي قاعدة النهاية، النهاية محتومة ولا نقاش فيها. أنا ببين لكم وجوه المساواة بين البشر علشان يا جماعة محدش يتعالى على حد، مفيش امرأة تتعالى على رجل تكون هي أعلى منه في ثقافة، ولا كلكم لآدم مثل بعض. لكن التفاضل بعد كده هيجي في وجوه التفاضل اللي أنا هقولها الآن. ثلاثة، الناس متساوون في أصل المساءلة. إيه أصل المساءلة؟ يعني كل الناس سيقف جميعا أمام الله للسؤال، لا يعفى أحد من السؤال. تعرفوا حتى الأنبياء، الله يقول في الأنبياء
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. كل ما هو إنسان سيجمع ليسأل يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قالوا بإمامهم يعني بكتاب أعمالهم. الإمام هنا يعني الكتاب، أو إمامهم لها معنى آخر يعني برئيسهم برائدهم بمن اتبعوه وكان يأمرهم فيطيعون. فالإمام هنا يعني المتبوع، والمعنيين محتملين في الآية. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وهنا قال ويوم نحشرهم جميعا، إذا الكل هيحشر. ليه؟ ليقف بين يدي الله للسؤال. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. آية في سورة ياسين، هي كل لفظ من ألفاظ العموم، يعني لا استثناء لأحد ولا يعفى أحد من الوقوف بين يدي الحق يوم القيامة للسؤال. إذن أنا مثلك في الموت، وأنا مثلك في المساءلة، وأنا مثلك في أصل الخلقة، أنا ثلاثة، الثلاثة التانيين. الناس يتساوون في العبودية. قل لي كده مين يستطيع ومين بيده ومن يطيق ومن يملك ويجرؤ ويقول أنا مش عبد. كلنا في أصل العبودية سواء. وشوف الآية القرآنية بتقول إيه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. الملائكة عباد والإنس كلهم عباد. قال لك إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذا التوصيف عام وشامل كل ما عدا الله. كل ما عدا الله اسمه عبد لله. ومعنى عبد، معنى عبد يعني لا يملك لنفسه مع ربه حكما. يعني هي الدنيا ربنا خلقها عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا، خلقنا في هذا الوجود بضوابط ونعيش بضابط العبودية، فلا يملك أحد أن يتحرك إلا بحركة مضبوطة من السماء، وكأن الأرض خلقت لتحكم بقانون السماء. العبودية خمسة.